بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهدائنا الأخيار الميامين، نسأل الله أن يشفي جرحانا ويعيد مفقودنا ويصلح على الوطن المواطن. كيف أحوالكم؟ علكم طيبين؟ علكم زينين؟ نسأل الله أن يصلح على الوطن. والله يعني الواحد وقت يقول علكم زينين دي كيف، أنا ما عارفها أصلا، ما ممكن يكونوا زينين في الوضع اللي بيحصل ده. حاجة يعني مخيفة والله، يعني نحن كل يوم بنفقد كلمة سودان، زي حنكون بعد شوية ما حيكون في سودان بالشكلية اللي نحن شايفينها دي، رغم الدفاع المستميت. الدفاع المستميت في مناطق معينة واكتساحات طويلة وانتشار طويل للميليشيات دي ذاتها، من قرية لقرية ومن مدينة لمدينة ومن حلة لحلة ومن شارع لشارع ومن كوبري لكوبري. نسأل الله إنه يحفظ الوطن يا جماعة، ونسأل الله إنه ينور عقول أبنائه، ودي الحاجة اللي إحنا بنفتش فيها، يعني إنه الناس بعد ده حقه تفهم بين المعركة دي ما معركة جيش مع دعم سريع، دي معركة دعم سريع مع مواطن كده، بس بالضبط كده. المعركة دي ما معركة جيش ولا قحاطة ولا بتاع، ديل مجموعة بتاعت ميليشيات الليلة بتدمر في المواطن، ما بتدمر في الجيش، الجيش ذاته ما شغالة بيه. بتتصور الغريبة، بتتصور في الفرق، يعني تيجي تاخد لها صورة كده في الفرقة ولا في اللواءات بتاعت المناطق دي، مش حقه يتم شغلهم مع الفرقة، لا بيتموا عند المواطن. يعني التصوير بتاعك ده كله صورة ساي. الحاجة اللي حصلت في سينجا دي اي دول عارفة يعني، ونحن حذرنا منها قبل ما يصلوا سينجا. جماعة شير عشان يعرف الخير، شير عشان نوصل صوتنا للغير. أحمد قال لي البلد انتهت، أنا والله بحب أرد دائما البلد بتنتهي بانتهائنا نحن، بشعورنا بالشعور الزي ده ذاته. نحن محتاجين نتكاتف، نحن محتاجين نزيل المستحيل ذاته عشان نرجع السودان ده. إذا نحن فكرنا بتفكير انهزامي حنفقد البلد دي. أنت قال حسي مشكلة الشعب السوداني شو؟ إنه دائما تفكيره انهزامي، وإنه دائما ملول ملول، مش بيقول لك ما بينستر، دائما النهايات بتاعته دائما مره. ليه؟ لانه يعني اذا بسك الشغلانه كده كبدايه، يا اخي يقول لك انسانه يا اخي، انسى الموضوع ده. لا ما ينسى الموضوع ده، في مواضيع كده في الحياه ما بتتنسي، اللي هي موضوع الوطن ده ما بتنسي، ده اصلا ما بتنسي، لانه ما في شيء بيكرمك وما في شيء بيخليك انسان طبيعي الا في بلدك، وسط اهلك، وسط بيوتكم، وسط جيرانكم، وسط ارضكم، وسط عرضكم. دي الاساس، الباقي ده كله ما عنده قيمه كده. اول حاجه بس الزول يرجع وطنه. ما حاسس الناس كلها بتقاتل ليه؟ وبتشعر بالفخر وبتشعر بالسعاده بتعمل افراح وبتعمل اطراح، وين ما وسط اهلها، وسط ارضها. وده الاساس في القضيه ذاتها، انه نحن مهما انت طلعت برا وعشت برا ما عندك اي قيمه، والله ما عندك اي وجود، كانك اله بس. ما في زول حاسس بالناس بالحسس بتاع الغربة ده إلا الناس الضاق ومرارتها. نحن محتاجين ندعم الليلة جيشنا، عندنا خلاف مع القيادات العسكرية لكن دايرين ندعم جيشنا. اللي حصل في سينجا هناك غطى لحدث كبير جدا جدا يا جماعة، وحدث كان الناس حقه تنتبه له، واللي هو منطقة الدوحة. الدوحة دي في مدرمان يا جماعة للناس، عشان في ناس كثيرة ما فاهمة. واحدة من المشاكل كانت بتاعت شنو؟ بتاعت تحرير ام درمان كلها، لانه هي منطقه الدوحه دي منطقه فيها عمارات، يعني عمارات كثيره جدا جدا، هي بتقع جنب الجامعه الاهليه، جنب المغابر بتاعت حمد النيل والجامعه الاهليه، ومتواصله كده لغايه خور ابو عنجه. المنطقه دي كلها عمارات وكاشفه جزء كبير من ام درمان، يعني الواحد ممكن يكون في عماره في الدوحه وكاشف حي الضباط وكاشف ابكادوك بهناك وكاشف المناطق دي كلها. فالتحرير بتاع المنطقة دي ذاتها كان جاء في وقت فيه مشروع الميليشيات دي بتدخل سينجا، رغم انه كان نحن محتاجين برضو الناس يعني تدي بوش للناس اللي بيقاتلوا ديل، اللي هم الموجودين في مدرمان بيقاتلوا قتال مر عشان يحرروا منطقة كاملة. منطقة كانت كلها محصنة بشنو؟ بالعمارات دي كلها، ومحصنة بالميليشيات القناصة. وده الفضل ده دايما يرجع لزول. انا قلت لكم قبل كده، انا اتكلمت لكم عن تكساس اللي هو المهندسين والمجموعات الجوار، المجموعه الجديده العدائيه،
والعمل الخاص العدائية دي بتقوم بدور كبير جدا جدا، وأنا متواصل مع جزء منهم، وخاصة يعني عندهم واحد من الضباط، أنا بعده من الشرفاء اللي بيغاتلوا معاهم في الشارع، اللي هو اسمه محمد علي، بيقول له عم أنا، هو لو لاحظت الفيديوهات ذاته حتى الشباب دي ذاته المستنفرين والمجموعة بتاعت العساكر دي بتخطوا في مقام العام ذاته، بغاتل معاهم في الشوارع، هو مع واحد ضابط صغير اسمه مخلص، وده إحراقا للحق، لأنه أنا ما قاعد أطبل لي زول، الناس عارفاني، لكن بطبل لأي فعل حقيقي ممكن يغير الواقع بتاع السودان المرضى. لجناب محمد علي ده التحية للعمل اللي بيقوم به، لأنه ده عمله أصلا، ده لسه ده يعني زي جنابه، ده أبره بالقسم بتاعه، ما زي الجنرالات الجرو خلوا البلد والمشي مصر، لا قاعد قاتل إلى ما لا نهاية، يا إما يسلم الروح ولا يرجع البلد دي الشغل اللي هو حقه يشتغله اصلا. التحيه لجناب محمد علي ومخلص، والتحيه للعدائيه، والتحيه للعمل الخاص اللي بيقوم به في مدرمان. يا جماعه بيقوموا بعمل كبير جدا جدا، وحسي هم طالما انتهوا من المنطقه بتاعت الدوحه دي، بعد ده بتكون قدامهم مبده مكشوفه، ممكن يتقدموا يعني، وفعلا يتقدموا ليه، يتقدموا تقدمات كثيره. نحن بنسمع اخبار سيئه بهنا في كركوج، اخبار سيئه في انه عبروا كوبري ودى العايز بهناك، وده موضوع كده بجي اتكلم عنه، الميليشيات دي، وهنا في تقدم للجيش في مدرمان، ودي مساحه كبيره، وجزء تقدم في بحري، في شباب كثيرين خاصه ناس العمل الخاص، خاصه ناس هيئه العمليات، بيقوموا بدور كبير جدا جدا. نحن عارفين العائق بتاعهم كله، نحن كلنا عارفين انه القياده العسكريه الفوق دي من 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 عميد وانت ماشي، من عميد وفي جزء من العمدة والعقدة، وانت ماشي لفوق، ده ما نافع في الجيش السوداني، ده سبب المشاكل بتاعت الجيش السوداني. ديل هم ذاتهم، لانه ديل معظمهم ثبتوا في المراكز دي بالموالاه، بالعلاقات مع الرئيس، بانهم كانوا تابعين للمؤتمر الوطني، بانهم كانوا تابعين للقبيله، بان الجهويه بتاعتهم جابتهم، بانه قبيلتهم جابتهم. ديل القياده الفوق دي الاشكاليه الحقيقيه. والكلام اللي بيقولوه ده كله ما الناس بدات تخاف منه ذاته، ظهور البرهان من منطقه لمنطقه بخوف، لانه انذار بانه المنطقه دي حتسقط. جمدني سقطت، جاء سنار ثاني يوم في نفس اليوم سقطت سنجا، معناته انه هو ذاته مهدد بالنسبه للدوله ذاته. عشان كده واحد يقول لك يا اخي الزيارات بتاعته دي زيارات مخيفه بالنسبه للشعب ذاته، ومخيفه للجيش. لقاه واحد قبل ايام كان في افطار في ايام رمضان ديك، عمك راجل كبير قاعد جنبه، قال لي يا اخي البلد دي ماشيه وين؟ لمنو للبرهان؟ البرهان قال له والله انا ذاتي ما عارف ماشيه وين، لكن الناس الكثيرين دي الله يكفينا شرهم، الكميه بتاعت الميليشيات دي نحن غايته ان شاء الله بنقاتلها، لكن كميتهم كبيره. وفعلا الميليشيات دي يا جماعه كميه كبيره جدا جدا، لانه غنموا، لانه الكلام ده انا بقوله دائما، إذا غنموا عادوا، نازل لأنه لقوا غنائم، ولأنه نفس المشروع اللي بتطبق في عاصفة الحزم اللي بتطبق في السودان. كيف الكلام ده؟ ما هو ناس عاصفة الحزم دخلوا في الصراع صراع شديد، كانوا محتاجين مرتزقة، واستعانوا بالميليشيات دي، واستعانوا بالنظام السابق، واستعانوا بكده. ونحن بدل المعتوه البشير يقول لهم يا أخي نحن بلدنا ما ممكن تمشي للمسار بتاع الارتزاق ده، طوالي خصص لهم الدعم السريع وفتح لهم بوابه، وبقت ميليشيات طوالي مسافره يوميا، مسافره اليمن بتغاتل هناك في الحوثيين ديل، وبقت بوابه بتاعت ارتزاق. الليله نفس المشروع ده بدا يتطبق عليك. الليله عندك مرتزقه لو 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 تابعتها دخول الدوحه، الاثيوبيين الميتين الجايين من النيجر، جوازات تشاديه، ده كله موجود. كله نازل مرتزق عديل بلقطون بالاجر، عندك 6 شهور بكم بتقضون الحاجه اللي بتسرقها حقتك. الحاجه اللي بتسرقها حقتك دي الميليشيات كده، دي قوانين وبيجيبوها كميات كبيره جدا جدا مدفقه، جزء فيهم بيجي بالمال، جزء فيهم بيجي بالقبليه، جزء فيهم بيجي بالجهويه، جزء فيهم بيجي مصالح استفيد منها، عنده غنائم دار يستفيد منها، ودار شفشافه حايمين طوالي معامله مع الميليشيات دي طوالي على يد اليمين، وهم ديل اللي بيخشوا البيوت، وديل بيقتحموا، وديل اول ناس اقتحموا اي منطقه دخل الدعم السريع، هم طوالي قدام الدعم السريع دخلوا البيوت وبداوا يسرقوا وينهبوا ويغتصبوا ويمثلوا في الجرائم.
وده طبعا القياده بتاعت الدعم السريع هي اصلا يعني هي ذاتها قاعد تقتسم معاهم، عارفه يعني الليله كركوج شالوا منها 10 عربات. نرجع لموضوع كركوج. كركوج يا جماعه بهناك شرقي سنجا. نحن ما كنا خايفين من انه يصلوا لكوبري ود العايزه، وفعلا الميليشيات دي وصلت لكوبري ود العايزه وعبرت بهناك. وكنت تعبر بهناك قلت لك في مناطق كثيره زي السوكي دندير كركوج، وانت ماشي بعدها هم طالما مشي على كركوج اذا ماشيين بعد شوي على مدرمان فلاته، وماشيين على 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 مناطق كثيره اللي هي لما يصلوا الروسيرس يوصلوا خزان الروسيرس. لو كسروا بيدهم الشمال شويه بيمشي على القطارف، وكده بوجودهم ده هنا ده وبخطهم ده بيوقفوا الامداد من النيل الابيض. ما انت زمان اصلا بتجي عن طريق مدني وبتوزع كل المهم بتاعت السودان اللي بتجي من برا، القمح الدقيق البتاع بيجي من ميناء بور السودان بو مدني، يا مشى الخرطوم كده يا كده مشى النيل الابيض كده مشى النيل الازرق. سنتر كانت مدني، قاموا مسكوا السنتر ده الميليشيات دي بفضل منه؟ بفضل القيادات العسكريه اللي باعت مدني. ده دي حقائق نحن ما قاعدين نلف عنها. الباعت مدني بقت عندهم خط ثاني اللي هو بيجوا بالقضارف، يخشوا بالقضارف، من القضارف بيخشوا هو بشرقي النيل الازرق بالجنب، بيجوا داخلين بشرقي النيل الازرق، يا دخلوا بكوبري سنجا ولا ود العايس ولا اي كوبري، ودخلوا خرموا بهناك مسكوا جبل مويه، شارع جبل مويه الحسي في الصراع ده، واتجهوا على شم على ربك، اتجهوا على كوستي، اتجهوا على الجبلين، ودوا الامدادات دي. الميليشيات دي جات قطعت لك اولا جبل مويه، وجات في النهايه حسي بدات تستوطن على شنو؟ على النيل في الشرق بهناك. معناته انه الامداد بتاع شنو؟ الامداد بتاع النيل الابيض، المناطق الكبيره ناس ربك وناس كوسي حيكونوا مقطوعين. حتقول لي الجيش؟ حقول لك يا اخي نحن ما عندنا جيش. الحسي بيقوموا بيه ده، ديل شباب، ديل ضباط بيقوموا بعمل خاص، هم ذاتهم ضباط في الجيش السوداني. اللي بيحصل في بابانوسا مجموعه من الشباب المغاتلين الاحرار الثوار عارفين انه لو طلعوا من بابانوسا حيكونوا دمروا بابانوسا ودمروا بلدهم، فبدافعوا عنا. الليله الفاشل هي الابناء اللي بدافعوا عنا دفاع مستميت. حسي انا بتكلم عن العدائيه وتكساس والمجموعه القاعده في سلاح المهندسين ده بتسجل في تواريخ جديده وبتدافع عن مناطقها. معظمهم من اولاد المناطق دي ذاتها بيقدموا في ارواحهم وبيقدموا في نفسهم، ولولا تفرد مجموعه من الضباط لغايه الليله ما كان حلينا. انا بقول لك عديل، لولا تفرد زي محمد علي ومخلص والمجموعه المعاودي العمل العدائيه دي، والله كان الوضع لغايه حس يكون المهندسين قاعدين محاصرين في المهندسين. اذا نحن فعلا محتاجين الناس، الكميه بتاعت الشباب الحقيقيين في البلد انها تحاول تصل للتعبئه العامه، انها بعدها تتقدم للجيش، بعدها تمشي تشيل سلاح. وجودها زي في مناطق ما دخلوها لسه على العداء ديل، اذا انت قعدت تتفرج حتخسر كثير، لانه الميليشيات دي حتجيك احداث كثيره، والميليشيات دي بتشتغل بتكتيك كبير يا جماعه. الميليشيات دي واقفه مع المخابرات الاماراتيه، وواقفين مع ناس محمد بن دحلان، وواقفين مع ناس عبد الغفار الشريف، وواقفين مع كميه كبيره. حسي ناس كيكل ديل الخونه ديل من وين؟ من الكوسوفو، ما هم من نفس المناطق بتاعت الحسي بيقتحموا فيها وبينهبوا فيها. ناس البيشي ديل من وين؟ ما من ابو حجار، ما نفس المناطق ذاتها. ناس اسمه منه بتاع الدمازين ده، المكشوتال ده من وين؟ هو ديل اولاد البلد ذاتهم، هم ذاتهم بيدمروا في بلدهم. شوف التدمير بدا بوين؟ بكوبري الحلفايه. انا لو انت سالتني قلت لي كوبري شنبات الضرب ومنه، بقول لك ده الجيش. لو سالتني من كده بقول لك ده كده الجيش، لكن لو سالتني من كوبري شنبات الحلفايه ده بقول لك ده ضربوا الدعم السريع. لانه الدعم السريع الفتره الاخيره بقى دار يقطع الامداد البصل، ما في امداد يا جماعه بيتحرك من وادي سيدنا. اخر عمليه نوعيه قام بها الجيش، وصل بها امداد للمعسكرات بتاعته بهناك في 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 بحري، كانت يوم الناس كانت تتوقع انه يقف في الكوبري ويتخندق وخلاص يمسك الكوبري. لا، هو عمل عمليه نوعيه ووصل امداد. ما المره لو الناس متابعه تتذكر، وكان الجيش
قطع الكوبري بتاع الحلفايه هناك وقعد زي 6 ساعات. 6 ساعات دي كانت مهمته انه يوصل امداد للمعسكرات، عنده معسكرات في بحري موجوده وبكافه عساكره قاعدين، وكانوا وصلوا مرحله شوف ما قادرين يطلعوا يحاربوا. انت ما بتقدر تحارب الا يكون عندك فعلا انت عندك المقدره، زول مهيئ لانك انت تقاتل. انت ما سايب تقاتل، انت بتقاتل لك في ميليشيات رضعت بندقية وحياتهم كلها مربوطة بالقتال، ودون بيودوا فيهم من دولة لدولة، ودون عاصمة الحزمة، ودون اليمن، جابهم من اليمن، ودون ليبيا، جابهم من ليبيا. إذا الزول ده بالفطرة كده زول بتاع قتل، وده بالفطرة زول ما عنده أي صلة بالقتال، فبتحتاج إنك أنت فعلا تهيئه عشان يقاتل، بتحتاج إنك أنت فعلا تدربه توجهه. ففي معسكرات كانت ببحري، الجيش ده عبر بعملية نوعية زي 6 ساعات وصل الإمدادات وجا راجع، وممكن بعد ده يعبر على أساسين شيء يبدأ يضيق الخناق على منه على الميليشيات دي. قصتين الميليشيات دي شوية وماشيين ناقصين، ده كلام بتاع كذب ساي. لسه على الميليشيات دي قاعدة يا جماعة ماسكة من الجنين لغاية كركوج بجد، يعني شوف من الجنين لغاية كركوج دي الميليشيات هاي ماسكة بلدنا. ده بيخلينا انه نحن نصل لتفاوض؟ لا، التفاوض لو مشينا لمشروع بتاع التفاوض وقعدنا معاهم في تفاوض، معناته انه انت حددت انه الميليشيات دي مناطق من كده لكده عند. طيب اول حاجه بتتكتف في التفاوض شنو؟ المواقع الموجوده في موجود فيها الجيش وموجود فيها الدعم السريع. حتحتاج انك انت تجيب قوة امميه تخطها بيناتهم وتاكد انه المناطق اللي فيها الدعم السريع بقت مناطقه. وده اللي حصل في مشروع وين؟ ده اللي حصل في مشروع اليمن، وده وحصل فيه صراع، وده اللي حصل في مشروع بتاع اسمه شنو؟ ليبيا ذاتها نفس المشروع ده. وما ليبيا، العراق نفس المشروع ده ونفس كان الصراع ده. الحاجه اللي حصلت في ليبيا دي كمان تيبيكال نفس التصميم بتاع ليبيا. حيكون في ناس تابعين لميليشيات الدعم السريع دي مناطقهم، وفي ناس تابعين للجيش السوداني وده مناطقهم. ده الاتفاق الحسي بيقول لك يا اخي نحن نقعد معاهم في اتفاق. انت قعدت معاهم في اتفاق معناته انت خلاص تفقد الارض الموجوده فيها الدعم السريع دي كلها، تقول خلاص دي قاعد فيها الدعم السريع يبقى ما حقتي. عشان كده الدعم السريع ما مهتم بالسيطره في المنطقه، مهتم بالانتشار، انتشر في اكبر كميه عشان وقت يجي التفاوض الاكبر كميه من المناطق دي تقول له بحكم شنو؟ بحكم انهم سيطر عليها. عشان كده الناس ما اصلا بتفكر في قصه انها تقعد مع الميليشيات دي ذاتها. والتفاوض مع الميليشيات معناته انت خلاص مشيت للمشروع بتاع فولكر اصلا، الاقتسام انه دي مناطقهم ودي المناطقهم. ودي من الاول مما جاء فولكر الناس كانت عارفاه، احنا من الناس اللي قلنا لكم انه ماشيين يقسموا البلد دي. نفس المشروع فولكر ده دمر سوريا وكتب فيها كتاب، دمر العراق وكتب فيها كتاب، وكتب كتاب في سوريا بس عشان كتب كتاب عن سوريا وعن نفس الصراع بتاعه، انه في النهايه سوريا ذاتها بقت مقسمه جوا. حس النازل ساعين لنفس المشروع ده انه يقسم السودان يكون في مناطق للميليشيات بتاعت الدعم السريع. وده ليه؟ لانه في قطع بتاع المدن، شوف قطع المدن من بعض. انت لاحظ انه الدعم السريع بيتحرك في خط النيل ده وبيقطع في شارع كبير جدا بيمنع فيه الامداد بتاع الجيش، بحاصر الجيش اقتصاديا. دي حقايق الليلة انا بقول لك، بحاصر الجيش اقتصاديا. الجيش ده ما عنده مهام لازم يعملها، في امداد لازم يصل للحاميات بتاعته زي حاميات كوستي، في امداد لازم يصل للمواطن، لانه المشروع ده ما جيش بس. ودي واحدة من الحاجات اللي انا بقول لك الجيش ده للاسف الشديد فشل في الاول، قيادة العسكرية بتاعت الدولة فشلت في قيادة الازمة. ليه؟ لانه سايق الموضوع ده بس عسكريا، ما في اقتصاديا، ما في زول بيقعد كده يحدد، ما في حكومة بتاعت حرب تجي تقعد فيها واحد مسؤول اقتصادي يعالج المشاكل دي، فيها واحد مسؤول دبلوماسيا يعالج المشاكل دي، في واحد مسؤول عسكريا يعالج المشاكل دي. لا، الليله نحن ماشيين لسنه وشويه ما عارفين انه البلد دي سايقه منه. ده البرهان، ده كباشي، ده علي كرتي زي ما بيقولوا المجتمع الدولي، ولا الفلول، ولا المجموعه بتاعت الميليشيات دي يقول لك الفلول. نحن كسودانيين كلنا كده، اي زول تتحداك اي زول زاله يقول لك ده كله خليكم. البلد دي الممشيه منه، المسيطر عليها منه، اللي بيمشيها منه، هيقول لك البرهان.
البرهان ده المسيطر عليهم منه اللي بيحركوا منه، يعني البرهان ده بس بيقوم كده من الصباح افتلي يا جماعه اعملوا كده وخلوا الناس كده، ولا في مجموعه هي اللي بتسانده، في مجموعه بدل الكلام ده كله ما يكون حكومه بتاعت حرب، بدل الكلام ده كله ما يكون حكومه بتاعت حرب، بدل الكلام ده كله ما يعلوا الاستنفار العام الليله التجار بتاع المواطنين اذا كانوا في شندي ولا اذا كانوا في القطارف، التجار كلهم بدوا كلهم يجمعوا عرباتهم على اساس انه يخصصوها للجيش ذاته، ده بوريك انه في مواطنين حاسين بالحسس، لكن الجيش بيتفرج او القيادات العسكريه بتتفرج. يا جماعه الميليشيات دي بتخش منطقه منطقه، بتخش حله حله، بتسرق في العربات، بتنهب في العربات، بتدمر في البيوت. الناس ما حقه شويه كده يرفعوا الرتم بتاع المعارك دي في المناطق دي، والمناطق دي تحس بانها هي جاهزه، يعني حسي اي منطقه يخش الدعم السريع وكنت تجد عين لا ما كانت مهيئه لانها تحارب ذاته. يعني نحن بنسمع في الكلام ده مما بدا سنه وكم شهر، سنجة كلها تسمع في الكلام ده. سنجة دي ما كان حقه تكون مترسه ومقفله عشان الميليشيات دي ما تخش كده توش. الجيش ده ما كان حقه يهتم، والوالد ده كان حقه يهتم، والناس كانوا حقه كلهم المسؤولين بتاعين سنجة والمواطنين بتاعين سنجة والتجار بتاعين سنجة وكل الناس الموظفين بتاعين سنجة ما كان حقه يكونوا يجتمعوا مع بعض وحددوا انه يدافعوا عن مناطقهم. كيف انت بتفتكر انه الجيش ده بيدافع لك؟ ما بدافع لك، الجيش ده ضعف شديد جدا جدا، ويا دابك يا دوب يدافع عن نفسه وذاته. اذا انت منتظر القيادات العسكريه والجيش ده يدافع لك، انت بتغش في نفسك. نحن عارفين حسي حاليا اللي بيدافع في الجيش بيدافعوا افراد، محمد صديق، مجموعه من الضباط زي محمد علي، مخلص، قيادات يعني هي برامج نفسها كده تحررت من القيد بتاع العسكريه ده ومشت الشارع واستقبلت الناس ودافعت، بقت تدافع عن المواطن وين في معارك حيه. لكن كمؤسسه او كقياده عسكريه، القياده العسكريه دي ما عندها اي قضيه باللي بيحصل في البلد دي، والقياده العسكريه دي ماشيه دار تصل لاتفاق، ما تسمع كلام البرهان. كلام البرهان ده ارجع اسمعه في سقوط مدني حتلقى نفس التفصيل. كلام البرهان ده لو رجعت حتلقى نفس كلام شنو؟ أي بعد سقوط مدني. كويس؟ والمعركه دي ما معركه الليله وبكره، المعركه دي حتستمر يا جماعه. المعركة دي حتستمر ليه؟ لأنه عندك قوة سياسية خارجية شغالة بتقدم في دعومات للميليشيات دي. أنت قال الميليشيات بتاعت الدعم السريع دي لولا القوة السياسية كان بيكون موجودة؟ لولا المجموعة بتاعت حزب الأمة والاتحاديين وناس برمناصر وناس حسب عدس وحسب عبد الرحمن والمجموعة بتاعت النطيحة والمتردية الحسي شغالة لك برا دي، لو كانت ما موجودة الدعم السريع ده ما بكون عنده وجود. ليه؟ لانه دار شرعيه عالميه. حسيت الليله الميليشيات دي مما ميليشيات بدت يقارنوها، يقول لك صراع بين جنرالين. يا زول ده ما صراع بين جنرالين، ده المجموعه خلي الجنرالين دي في طريق في صراع. الميليشيات بتاعت الجنرال ده قاعد تقتحم البيوت، ما قاعد تهاجم القيادات العسكريه بس، ما مشروع القيادات العسكريه، قاعد تخش البيوت وقاعد تنهب وقاعد تسرق الذهب بتاع النساء الكنداكات السودانيات وقاعد تغتصب الحراير وقاعد تبيد وقاعد تقتل باسباب وبدون اسباب. يعني القضيه ما قضيه انه هم دارين الجيش ولا دارين يمسكوا قياده الجيش، ما هم حسي ماسكين نياله مما بدت الحرب. حصل شنو؟ ما هم ماسكين الجنينه بعد ما قتلوا فيها اكثر من 15000 ومثلوا بجثه الوالي بتاعهم خميس بكر. عملوا شنو يعني؟ غيروا شنو؟ اداروا شنو في 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 المنطقه دي؟ ما في حاجه. دخلوا العاصمه القوميه اكثر من 2 مليون مشرد الليله من العاصمه القوميه، عملوا شنو؟ الاذاعه دي ما عرفوا يدوروها، يخش المعتوه اللي اسمه عزت، يطلع عزت يخش في كده، وفي فيديوهات تانية قالوا في ناس تانيين قالوا ظهروا في الاذاعه برضه من القحاته دي ما جابون. اذا الدعم السريع كمنظومه ذاته ما بتقدر تدير اي حاجه، ما قادر تدير نفسها، دي ميليشيات. بيقولوا شو؟ والمحرش المحرش ما بكاتل، الزول المحرش ما بكاتل.
هو الناس اللي محرشينه من الحكومه الاماراتيه بيجوا يقضوا فترتهم 6 شهور 7 شهور، بياخدوا حق الارتزاق بتاعهم، جا من ليبيا بدوا حقه، جا من النيجر بدوا حقه، جا من مالي بدوا حقه، جا من موريتانيا بدوا حقه، اي دوله ولسه طبعا بدالين يفتحوا قنوات ثانيه، دارين يفتحوا لك خط اثيوبيا. اي زول بدا يفهم بانه الناس لو مشوا بالدمازين بهنا حيخشوا لغايه ود الماحي، وحيخشوا اصوصه بهناك، وحيفتحوا بوابه بالكرمك بهناك، بيفتحوا بوابه مع اثيوبيا وامدادات من الاثيوبيين بالذخائر وبالعتاد وبالرجال. لو مشوا على ربك بهنا وحيمشوا على ربك، ما حيجيبوا الميليشيات دي. مش في حاجه بتحيرك؟ اها، وقت كل ما يستلموا مدينه زي المدينه بتاعت سينجا دي، مش حقه يقعدوا فيها ناس؟ قعدوا فيها ناس، طيب ما حقه يكونوا كيمدو؟ ما هم كلهم اقول 700 800 الف نفر جو هاجمين سينجا، 1000 2000 مو بتمو 2000 لا استلموها، مش حقه يكونوا قعدوا فيها ناس تاني؟ قعدوا فيها اللي هم ذاتهم الهجمات ديل، الناس التانيين ديل منو اللي بيتحركوا ديل؟ اتقسموا يعني ال2000 قاموا قسموا. اذا القوه دي حتمشي ضعيفه، اذا حاولت تتشتت في السودان اذا حتمشي ضعيفه. يكون الجيش منتظر ضعف القوه دي ذاتها عشان يضربها يعني؟ ولا الجيش ما داري ما داري يغير الواقع ده ليه؟ ما داري يصادم ليه؟ الجيش ما محتاج انه يطلع يصادم يا جماعه. في مناطق كثيره الجيش بيطلع منها وبيجوا داخلين بعد الدعم السريع، زي المناطق بتاعت ود العايزي الجيش كان قاعد فيها، الجيش طلع دخل الدعم السريع دمر. ما في حاجات غريبه يعني بتحصل، زي ما الجيش وقت دخل سنجا الميليشيات وقت دخل سنجا ما كان في جيش. الجيش وين؟ الجيش وين كان موجود في سنجا؟ الجيش وين في كركوج؟ الجيش وين في ود العايز؟ الجيش وين في المناطق دي، في ود نوره، في اي منطقه؟ مش في حاجه غريبه دائما بتوريك انه في اشكاليه في القياده العسكريه دي؟ وإنها ما قدرت تأمن أي منطقة، ولا قدرت تكون صريح مع المواطن عشان يدافع عن نفسه. يعني أنت ما دام ما بتقدر يعني تحميني، ولا بتقدر تعازرني في مصيبتي، على الأقل وريني، قول لي يا زول أنا ما عندي قدرة لك، عشان أنا ما أعتمد عليك، عشان المواطن ذاته يا إما لقط عفشه وزاغ مشى لأي منطقة، لكن تجروا أنتوا تخلوا المواطن؟ ما هي دي الكلام الغريب اللي بوريك إنه في إشكالية في القيادات العسكرية وفي الجيش تحت بقى. يعني انت ادوك كلام من هناك قال لكم ينسحبوا يا زول، اتأهلك ديل. انا حسي عسكري كده شايل بندقيتي وعارف انه في هجوم حي داخل على سنجا اللي هي اهلي، انا كعسكري قاعد في سنجا، ديل عمامي وداك بيت ناس خالي وده بيت ناس خالتي. فجأة كده ضربوا لي تليفون قال لي يا زول في مجموعات جاية، طيب نعمل شنو؟ قال لك انسحب. انسحب اخلي اهلك؟ تنسحب تخلي اهلك؟ ما ده سؤال اسال نفسك يعني. انت جيش سينجا ده انسحب وين؟ مشى وين؟ زي جيش مدن انسحب كيف؟ وانت جيت حلفت وقسمت بانك تحميني، تقول لي يعني اللي انت ضرب لك تليفون ده اعلى من القسم اللي قسمته؟ ما ده سؤال بيسالوا له كل القيادات العسكريه القاعده. وقت تيجي واحد قائد عسكري يقول لنا يا جماعه انسحبوا، ده انا ما حقه ادي طلقه طوالي، انسحب كيف؟ انسحب اخلي اهلي واخلي حرايري واخلي اخواتي وخلي جيراني وخلي حلتي وخلي منطقتي وخلي اسرتي وين؟ ده ما السؤال، ده ما سؤال، ده كله خليته اخلي غسمي؟ انا ما غسمته، انا ما اقسمت انه احمي ارضي وعرضي واهلي، احمي الناس، احمي المواطن، احمي الارض دي. لا ابرد بالارض ولا ابر بالمواطن؟ في مشكله في القيادات العسكريه. ودي اشكاليه انه الناس بيقول شنو الناس على دين ملوكها، غايه كعب التحت كله بيكون كعبين. لسه يا جماعه المعارك دي مستمره، والمعارك دي ما الليله ولا بكره، المعارك دي نحن تسببنا فيها كشعب سوداني. لو انت سالتني قلت لي يا اخي كيف انت تسببت فيها؟ والله انت تسببت فيها اقسم بالله العظيم. يعني الجيش ده مما نحن شفناه كده عارفين انه بياكل 82 في ميزانة الدولة، من ميزانة المراجعة العام وميزانة الدولة كلها، كل سنة بياخد 82%، ونحن الشعب بوزاراتنا بعدتنا بعتادنا بكل شيء بناخد ال 18 الباقية دي.
هل ال 82% دي الليله اللي بيقتلونا بيها؟ لان صورنا محمد بعدها النوم يا بابا، يعني ال 82% دي ان احنا سببنا، ودي الخلت كله غايه دي يكذب، يعني الناس تسمع في كلام ناس. هذول البرهان ده ما بحل لكم يا جماعه، والله المدسي بالبرهان عريان، اقسم بالله العظيم. زي ما زمان احنا بنقول لكم المدسي بالناس البرهان والقيادات العسكريه دي دول عريان. وين القوة المميتة؟ مش قال في قوة مميتة كده مرة كده طلع علينا بتصريح قال لك ان احنا هنستعمل القوة المميتة والقوة الخفية. انا ما قلت لك زول بيتكلم ساي، لا شفنا القوة المميتة ولا شفنا الخفية، لا شفنا خفية ولا شفنا مميتة. احنا كل يوم بنشوف ابنائنا كل يوم بيتهجروا وبيتشردوا. نزل الله انه يحفظ ناس سنجا يا اخو، نزل الله انه اي منطقه يا جماعه احنا كشعب سوداني عندنا فيها اهل، ونزل الله انه يحفظ اهلنا يا اخي، اهلنا في سنجا كلها، ونخصص اهلنا ناس حاجه العابد ومجموعه كبيره ما عارفين حصل لهم شنو، والاتصالات مقطوعه، وبنزل الله سبحانه وتعالى انه كلهم يحفظهم الله ويحميهم ويرعاهم ويحمي الشعب السوداني كله من المرتزقه الاوباش ديل. ثانيا في 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 واحد كان سألني قال لي ليه ما بيضرب الطيران، ما بيضرب ليه الطيران ده ما بيستهدف القيادات العسكرية بتاعت الميليشيات دي زي كيك المرات يكونوا قاعدين بيشربوا في الشاي. ده تصحيح للناس عشان تعرف. أنا ذاتي كنت بطرح السؤال ده ليه يا أخي، ما هنداك كيكل ما شايفينه يعني، ما هنداك البيشي ما شايفينه يعني، لكن للحق يعني. انا قمت مشيت تابعته وقريت عن المسيرات دي ذات. المسيرات دي بالمناسبه النازل طب زي ما قلت لك جبال بدوك سلاح زي المسيرات دي عشان تضرب به العدو، بده العدو سلاح عشان ما تضربك المسيرات. شوف الكلام الغريب ده، يعني الاجهزه بتاعت التشويش الشايلينها الميليشيات بتاعت الدعم السريع. طبعا ينزل بيقول لك يا اخي ده سلاح تشويش، ما بيتعمق في الشيء ذاته. طيب سلاح التشويش ده بيعمل شنو يعني؟ بيشويش بيعمل كده زي التلفزيون وكده. زمان ده كان بيقفل طبعا التلفزيون عنده مدى زي الساعه 11 ولا بتاع طوالي بيقفل، فنحن بنكون شفع صغار منتظرين لغايه ايش لو ما عمل ايش دي ما بننوم ذاته. فهل بيشوش البتاع ده بيعمل ايش كده؟ لا ما بيعمل ايش. الجهاز بتاع التشويش ده الطائرات المسيره دي طبعا مربوطه بجي بي اس، مربوطه بكده، مربوطه بدي الانترنت، بيكون متابعها الزول وخاتي قدامه وبتابعها في الشاشه بتاعته، وبيحاول يصل بها لغايه ما يصل مرحله معينه عشان يقوم يضرب الاعداء ديل الميليشيات القتله المرتزقه ديل. فديل جهاز التشويش بتاعهم ده اول ما يسلطوا على الجهه الفئه المسيره دي هو بيعمل بيقطع الاتصال، يعني بيقطع الاتصال بتاع الزول المحرك ذاته للطائره، يعني زي ما بيقولوا يعمل شنو؟ بيعمل قطع للاتصال اللي هو الاتصال بين الطائره وبين الزول اللي بيحركها. ودي الحاله دي اذا ما يعني المسير اللي انت بتستخدمها دي اذا ما قويه بتحصل لها حاله، في حاله بتمشي فيها للثبات الاليه ترجع تلغائيه للاليه تقيف كده بس على خلاص انقطع اتصالها، وفي جزء من المسيرات بترجع منطقتها اجات منها اللي انطلقت منها. فدي كانت دي المشوشات اللي بيستعملوها اللي هو اي واحد من القيادات بتاعت الميليشيات دي الحكومه الاماراتيه صارفه له جهاز بتاع تشويش. غير طبعا الناس قلت لك جاهزين يعني مدينهم كل الامكانيات، ودي خلت الطائرات المسيره في الفتره الاخيره دي ما يكون يعني ما تشتغل شغل يعني زي ما تقول ممتاز، شغل ممكن يحيد المجموعه بتاعت المرتزقه دي يدمر المرتزقه دي. ليه؟ لان الطائره اول ما تصل قريب لمنطقه قريبه جدا جدا جهاز التشويش ده بيقطع الاشاره بتاعتها، بيعمل لها قطع للاشاره، بتضطر انها يا تقيف مسافه طويله لغايه ما يحاول الزول من هناك يستردها يرجعها، ولا هي تلغائيا ترجع، ودي اشكاليه كبيره. عشان كده الناس اللي بدوك سلاح بدو جزء ثاني المضاد، ومعظم الاجهزه بتاعت التشويش اللي بتستخدم الميليشيات دي متطوره، لانه دي تابعه للحكومه الاماراتيه، ميليشيات
معروفة تابعة للحكومة الإماراتية. طيب داري شوف المسيرات، ودي الاستهداف، الناس استهداف القيادات يا جماعة. هسه لو لاحظت ما في أي زول من القيادات انضرب، ليه؟ لأنه أي واحد من القيادات بيكون معه جهاز بتاع تشويش، وأي لحظة قبضت جهاز بتاع تشويش أعرف إنه المنطقة دي فيها واحد من القيادات الكبار. ودي أجهزة بدوها لناس، كل الدعم السريع موزع عليه معظم القيادات، والأجهزة دي ما دخلت في النهاية، يعني ده كله إمداد من الحكومة الإماراتية، وممكن تكون الحكومة السعودية برضه، لأنه الاثنين واقفات مع بعض، والاثنين بحافظا على الميليشيات بتاعت الدعم السريع، لأنه كله حكومة مستفيدة منه بيجيها. الحكومة السعودية مستفيدة من الميليشيات دي، بتغاتلها في الحوثيين وكده، وضابطة لها الأمن. والحكومة الإماراتية كانت بتستفيد من الميليشيات دي بواسطة الهالك حميتي. وفي حاجة تانية، يعني الواحد وقت يخش، يعني ده سؤال للجنجويد الدعامة ديل، أنا ما عارف، يعني أنا أي فيديو أحضر لون أي واحد منهم بيطلع يعلق على شنو، أنا دايما برسل التحايا للهالك حميتي، بخيت وبقول له أبشر سيد الغايد. يبشر وين؟ هو الزول ده ليه حسي ما سامعكم؟ القصة دي ما طالت، يعني حميتي ده لو الليلة لو سنة وشوية بيبشر، ما لا طلع بشر مع الناس اللي بيكاتلوا ديل، ولا طلع يتكلم معون، ولا طلع ناصرون، ولا طلع قبل التبشير بتاعهم ده. ده بوريك ان المعركة دي حميتي وين يا جماعة؟ الهالك حميتي وين؟ ده ما سؤال الناس بتزعل منه، الناس كلها اتجاوزته. وإذا هو كويس ليه متدسي؟ ليه مختبئ يعني؟ يعني خايف من انه يلقطوا الاشاره بتاعته؟ ما هو في تسجيل، في حاجه اسمها تسجيل، وفي بس ممكن تسجل في درمان وتبثها في نيويورك. اللي بيمنع الكلام ده مش دي حاجه غريبه؟ يعني نحن الليله لينا قريب لي ممكن يكون هو بعد 4 يوم اختفى. يعني الزول ده الليله له سنه، ممكن يكون قريب لي سنه ما ظهر. القائد الميليشي ده ما ظهر، وين عبد الرحيم؟ ما هم لو قاعدين برا على الاقل بيتفاوضوا. في حاجه ما طبيعيه بتدور في المعركه دي، وفي حاجات بتوريك انه الحكومه الاماراتيه دي بتلعب بكل اوراق، ممكن تصنع لك حمايتي عديل. وده كله لانه المجموعه اللي بتغاتل الحقيقيه بتاعت الميليشيات دي لو عرفت تاكدت انه حمايتي لحق ما طاها، هي بعد ده بترمي البندقيه. عشان كده الحكومة الإماراتية والحكومة السعودية حريصة إنه الزول ده موجود. لا مات، هلك الزول ده، هالك. ما يعني إلا يقوم يخط لك صوت بتاع ذكاء اصطناعي ممكن كده يغش به الناس، لكن الزول ده من بداية المعركة الليلة لينا سنة قال لي حميتي موجود. لو موجود خليه يطلع علي لايف، أنا موجود دي خليه يطلع زي البرهان ده المعتوه، البرهان ده يا المسيري، لو هو موجود أنا ما عندي مشكلة، خليه يطلع لايف. بخاف من الموت، هو بخاف من الموت وداير يحرر البلد، هو بخاف من الموت وداير يصنع ديمقراطي، ما فيها اسئله. هذه هي التحيه والتقدير للغايد الميليشيات ده. طيب وين ردوا؟ ما تخليه يرد عليك هسي الزول ده من لنا سنه نازل ابشر، نحن بنهني الغايد، نحن بنبشر الغايد، الغايد ده ما ببشر ماله؟ الغايد ده ثاني اللي يبشر من تحت الواطه. ودي الكلام اللي هم خايفين منه، اول ما تقول لهم حميتي لك طوالي بيصاروا لك، لا ما مات حميتي موجود. موجود وين؟ موجود وين؟ طبعا ده الكلام اللي هم لو نحن قدرنا نصل لحل التكتيكة دي، معناته انه هم ذاتهم فيهم مجموعه كبيره حترجع، هم عارفين الكلام ده. فيهم قيادات جايه تقاتل عشان حميتي، فيهم قيادات مشروعه حميتي لانه قبليه جهويه، دي كلها القيادات دي حتنسحب. اول ما تعرف انه المعتوه اللي اسمه حميد دي بخيت ده هلك، تاني ما حيقاتلوا معك. هو لو ما هلك خليه يطلع يوري الناس، وبتدزدز في شنو يعني؟ هو زول بتدزدز بتدزدز داري يحقق دوله، داري يحاسب الفلول، انت ما قادر تحاسب نفسك، انت بتدزدز يا وي. الزول ده طبعا هلك، وانا اشك في انه عبد الرحيم ذاته عنده اشكاليه نفسيه. اي زول تابع عبد الرحيم في لقاءاته الاخيره دي بوريك انه الزول ده حصل له مرض نفسي بسبب الكتله بتاعت خده، وبقى عقله ما طبيعي. بيقول لو لاحظت الزول ده
يا اخي ديل مرضانين بالظهور الاعلامي، ديل اصدقاء الظهور الاعلامي، فجاه كده يختفوا. قال لي لو انسنا. وعبد الرحيم ده وقت تيجي يتكلم بقت كلامه ذاته ما منطقي، بوريك ان الزول ده في اشكاليه. الاشكاليه شنو؟ الاشكاليه في انه المعتوه ذاك هلك وده ما قادر يجاري المخابرات الاماراتيه في تنفيذ مشروع انه موجود، وقابل الرئيس الفلاني وقابل الرئيس الفلتكاني. ودي حاجات بدات تتضح، يعني الامريكان بيقولوا سمعوه بيتكلم. وينه طيب؟ مصاب؟ لو مصاب ورون للناس. الاصابه ما فيها حاجه، الاصابه دي ما فيها حاجه. ولو حي حس الليله كل القيادات العسكريه الليله البرهان ده بيمشي الليله، ظهر في المهندسين محل الضرب ذاته. ودي حاجة غريبة ذات، ان احنا استغربنا ان البرهان يسهر في المحلات دي، ما قاعد يسهر. لما خفنا انا اول ما شفته المهندسين قلت امك الله يستر سلاح المهندسين. ال 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 وظهر في وادي سيدنا، وظهر وين حميتي؟ يا حميتي يا حميتي، من وين عرباتك دي؟ مش بيقول زمان شنو سيد اللبن دقة، رطل اللبن غالي، من وين نجيب حقه؟ يا حميتي يا حميتي، من وين عرباتك دي؟ من يا حميدتي من وين اموالك دي؟ المهم هو عتى وتجبر، وربنا اراد انه حيهلكهم كلهم، الاساس انه حيهلكهم كلهم. لكن المشروع بتاعنا نحن كشعب سوداني، اذا ما نحن توحدنا ونبذنا الغبليه والجهويه دي، توحدنا كلنا في اطار واحد ونبذنا الغبليه والجهويه، نحن ما حنمشي لقدام. اذا ما كلنا يعني ايغنى بانه لازم ندافع عن وطننا، يا جماعه الوطن ده مبدا بعلو بيكوراكنا ده، بس كده الوطن ده بيحتاج انه الناس كلها تتضافر فيه، الشباب الموجودين كلهم يتضافروا عشان يقاتلوا. الميليشيات دي يا جماعه هتتمدد، ميليشيات كثيره والبلد فيها نفعه بالنسبه لهم، قدروا ما يخشوا بينهبوا. الميليشيات دي قاعد تستمد قوتها من نهب المواطن. شوف كم غريه، شوف كم عربيه، شوف كم شوال عيش سرقوه، شوف كم شوال دخن، شوف كم شوال سكر، نازل مليانين عتاد. من منو؟ من فضل المواطن ذاته. يعني اي منطقه بخشوها بتكون عندهم عربيتين ثلاثه سكر عصير اي حاجه بتكون عندهم، قروش عندهم، عربات بيسرقوها قدامك جهارا نهارا، ذهب عندهم. يعني هم ذاتهم متزودين من خير المواطن ده، من نهب المواطن. الجيش ما عنده النقطة دي، الجيش ذاته بيمر بمنعرجات ومحتاج انه يدعموه عشان ما يخل بالامانة هو ذاته. في اشكالية في انه الميليشيات حتتقدم وما حتلقى زول يوقفها، ما حتلقى جهة توقفها ليه؟ ما حتلقى جهة توقفها ليه؟ لأنه محتاج المواطن مع القيادات العسكرية، مع القيادات الأمنية، مع الشيوخ بتاعين الحلة، مع أبناء الحلة، مع أبناء المنطقة، كلهم يتوحدوا. قلت لكم أنا بقول لكم وحقول لكم، أي منطقة، أي منطقة في السودان أبناء طلعوا يدافعوا عنها هي الليلة آمنة. أي منطقة، أي منطقة أبناء رفضوا وجود الميليشيات دي وآذنوا بالحرب هي الليلة نجت. وأي منطقة أبناء يتغاعسوا ويجاملوا في مشروع الميليشيات دي الليلة حتكون مستباحة ومنهوبة ومسروقة. الفاشر دي يعني الفاشر دي الليلة صامدة بفضل أمناء أم درمان القديمة والمناطق الحولها، المناطق الوحيدة المحررة في العاصمة القومية. ليه؟ بفضل أمناء زي ما قلت لك، ناس العدائية وناس التكساس وناس المتفلتة وناس المتقدمة وشباب زي الرصاص طلعوا يدافعوا عنهم، يدافعوا عن منطقتهم، يدافعوا عن، وديل ابناء المناطق ذاتها. يبقى في النهايه دي حقيقه، اي منطقه الليله ابناء يدافعوا عنها ناجيه من الدعم السريع. اي منطقه ناس يتغاعسوا ويقعدوا يستنوا الجيش، والله انتظروا بالدعم السريع، مش منتظر الجيش والله حيجيك دعم سريع. نحضر الود المسيرية ده، ود المسيرية ده هو اسم عنصري ذاته. انت ود المسيرية شنو؟ ما نحن كلنا عندنا قبائل، يعني انا اقول ود فلان وانت ود فلان، اكتب اسمك عديل، انا فلان الفلاني، انت بتدسي من شنو؟ مساء النور. طيب سؤال مهم، ما في حاجة جديدة، ما في ذو السؤال يا جماعة. طيب
طيب نسأل الله سبحانه وتعالى والله انه يحفظ اهلنا في سينجا، نسأل الله انه يحفظ اهلنا في ود النيل، في ابو نعامه، في ابو حجار، في جلقني، في كل المناطق دي، وفي كركوج بهناك، وفي الشرق وفي الغرب. نسأل الله انه نستريد الجنينه، الفتره دي الوحيده، الفتره الوحيده اللي لو نحن فعلا ضربنا زي ما بيقولوا الميليشيات دي في الجنينه هناك، الوضع هنا بيتغير. انت محتاج تغير الدفه دي يا قياده بتاع الجيش، القياده العسكريه الخربه بتاعتنا. نحن محتاجين المعارك دي ترجع للجنينه هناك، والجنينه دي لازم تتقفل من الـ من الـ اللي هي من الحدود، تقفل الحدود التشاديه دي لانها حتكون مشكله كبيره. محتاجين حركه، محتاجين ضغط في مناطق غرب السودان وفي مناطق الجنينه خاصه. لانه لو حصلت هناك في جزء كبير جدا جدا حينسحب من المعركه دي. لانه ده مسار، ده خط، انت لو حاولت تقفل الباب بتاع البيت معناته انه الحرامي ده حيجري. لو شعر بدات تضيق عليه في الحدود، يعني حقه يكون في جيش. يعني انا ما عارف القياده العسكريه دي وين اللي انسحبوا من اسمه من مدني، وين الجيش ذاته، وين اللي انسحبوا من قيادات كثيره ومن الويه كثيره، دي ما حقه يكونوا في الحدود حسي. اذا انت ما قفلت الحدود دي حتكون طوال الحرب دي مستمرة يا جماعة. نحن محتاجين الميليشيات دي تضربها في الحواضن بتاعتها. انتوا عارفين الحواضن دي وين، الحواضن اللي بتوجعها في الفترة دي ذاتها. انت محتاج تسترد اول حاجة الضعين قبل ما تتحرك. الجيش ده حقه ينزل الضعين هناك يسترد الضعين. الجيش ده لو ما حاصر الضعين ده يبقى فيه اشكالية حقيقية، لانه الاشكالية الحقيقية في انك تضرب الحاضنة بتاعتهم. الحاضنه بتاعتهم دي الاصل بتاعها. انا ما بقول لك تضرب المواطنين، انا اصلا ضد انك تصيب مواطن برصاصه ولا باي شيء، لكن عندك هناك الفرق بتاعتك في الضعين، وعندك الوحدات بتاعتك في الضعين حقه تسترد ده اول حاجه، وتسترد كرامتك من الضعين. ده اللي بتكلم الكلام ده للجيش وللقيادات العسكريه عشان تعرف انه اصل الموضوع انك تضرب الحواضن بتاعتهم. والله العظيم اقسم بالله العظيم تبدا في ضرب الحواضن بتاعتهم وتبدا تسترد الضعين بس، وتحاصر الضعين وتستردها، اقسم بالله الناس تسلم، فيهم كميه كبيره تسلم، وفيهم كميه حتفكر انها ترجع بوين، ترجع بوين بعد ده تاني. انت زي ما انا حكيت كثير، حكيت بانه اذا انت دار تعالج المشكله، نحن زمان وقت قلت لك لا، الواحد يجي بالليل طاشي، يكون مشى السينما وجا متاخر، والوالد دائما بتابعك، وقت تيجي بالليل تجي تفتش بالراحه وتتلب بفوق عشان ما تفتح الباب تصحيه وبتاع وتوريه انك انت مساهر، وقت تيجي السرير بتلقى قاعد لك في السرير، وقت تيجي راجع سريرك ما دار ترقد تنوم بتلقى قاعد لك في السرير. خلي القيادات بتاعت الجيش ديل وجيشنا البقيه الباقيه دي خليها تمشي تستناهم في السرير بتاعهم هناك محل ما بيرقدوا. دي اللحظه الوحيده اللي بترجعهم من هناك، ويعرفوا انه اول ما تضرب الحواضن بعد بيفقدوا قوتهم هنا. ما اللي بيسرقوا فيه والبينهبوا فيه كله دارين يودوا وين؟ ما هناك، امشي انتظروا هناك. نحن محتاجين والله فعلا الجيش ده يكون صريح مع المواطن، يوري انه ما عنده قدره، عشان المواطن ده يبدا كله يستنفر ويعبى داخل الجيش ذاته. احنا قبلانين والله كلنا نقاتل لو كان صادق، اما قصتي انك تلم مجموعه من الكيزان عشان تقاتل بيهم، ولا تكون تميز ناس معينين عشان يقاتلوا معك، دي ما بلدكم براكم يا برهان ولا يا كباش ولا يا ياسر العطا، دي بلدنا كلنا نحن. اعيدوا الاحتياطي بتاع الضباط ديل، رجعوا نادوا، استدعوا الاحتياطي بتاع الجيش، استدعوا الاحتياطي بتاع الشرطه، استدعوا كل ضابط حمل سلاح. ليه ما دارين تستدعون؟ ما سؤال بسيط كده، ليه ما دارين تستدعوا الضباط اللي كانوا موجودين في الجيش؟ نزلوا معاش؟ فقدوا الاليه الاهليه بتاعتهم انه يكونوا موجودين في الجيش؟ دي ما بتحدد اي تاريخ. رجعوا الضباط اللي اترفضوا، طالبوا باستدعاء كل الضباط، رجعوا الاحتياطي، رجعوا العساكر اللي اترفضوا، افتحوا بوابات كبيره في المناطق الامنه، قلنا لكم افتحوا معسكرات ضخمه في شندي، في المناطق الامنه، في كسله، افتحوا المعسكرات دي وجيبوا الضباط. دي اهم حاجه، الضباط عندهم ضباط اكفأ منكم انتم. هم عارفين، عشان كده ما القيادات العسكريه ما بتقبلوا، والكيزان الموجودين في الجيش ما بيقبلون.
عارفين انه في كمية بتاع الضباط ممكن يغيروا الدفة بتاعت المعارك دي كلها، لكن هم براون ده لسه الأنانية بتاعت الكيزان والأنانية بتاعت القيادات العسكرية بتاعت الجيش هي المسببة في المعارك دي والخسائر والموت والانهزام ده كله بسبب القيادة العسكرية الحسي قائد البلد. لكن احنا مؤمنين بأن المواطن ده هيدافع عن بلده، ومؤمنين بأن الضباط الصغار والشرطة والجهاز الأمني وكل القوى الأمنية الموجودة في السودان هتدافع عن بلدها، ما هتفكها للميليشيات دي. تحية لكم يا جماعة، ونظر الله سبحانه وتعالى أنه يحفظنا ويحفظ الوطن يا جماعة، ويحفظكم.